طبعاً أني البطل الخارق، صاحب كوكب الأبطال الخارقين. اليوم أنقذت العالم وهزمت كل الأشرار، وما بقيت لهم ولا مكان يختبئون بيه. يلا يلا خلي أروح للكوكب مالتي، كوكب الأبطال الخارقين. شوفوا الكوكب مالتي، طبعاً صديقي سبايدر مان الشجاع حالياً راح ينقذ المدينة مالته، وأيضاً صديقي باتمان البطل راح ينقذ مدينته، وأني هاي المدينة مالتي مال سوبرمان القوي اني انقذتها كلها. شوفوا الكوكب مالتي الاسطوري، والله العظيم الكوكب هذا احسن كوكب بالعالم. يلا يلا خلي اشوفكم الادوات الاسطورية اللي اني استخدمها لان اني بطل خارق. يلا يلا خلي اشوفكم الادوات، يلا ندخل ونقول بسم الله. واو شوفوا الادوات مالت الابطال الخارقين. هنا عدنا هاي الاضاءة تشوفونها. ايه اوه لحظة لحظة خلي اشغل المروحة اني. اشتغلي يا مروحة. اوكي والله العظيم كلش فرحان اني. لحظة بيش الساعة؟ اوه الساعة بثمانية واثنين وثلاثة واربعين مدريش قد. اوكي وهذا السرير مالتي اني، وخلي اشوفكم شغلة راح تنصدمون من عدها. منو افضل بطل خارق بالعالم، سبايدر مان لو باتمان لو اني؟ اكيد اني. شوفوا شوفوا هاي المرآة مالتي الاسطورية، مرآة الابطال الخارقين الخرافية. اوه والله العظيم اني كلش كلش حلو. اوكي اوه تشوفون المروحة. اوكي يلا يلا يلا، وهنا أنا عندي اني اجلس دائما اني واصدقائي ونسوي خطط شريرة حتى ننقذ العالم. ساعدوني. اوه يا ساتر، هيا منو البنية اللي تصيح؟ اني البطل الخارق سوبرمان راح انقذ المدينة. يلا 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 خلي اشوف منو اللي صح علي. ساعدني يا البطل الخارق. اوه يا ساتر، هذا الصوت يجي منا. اوه شنو هذا الانفجار؟ يلا 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 هجوم، خلي اشوف انا شنو اللي صاير. يلا 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 يا ساتر، شكو شكو شكو، منو هنا؟ اوه منو دمر هذا المكان؟ اوه ساعدني عمو البطل الخارق سوبرمان، دمروا المحل مالتي. اوه ومنو هذا الشخص الشرير اللي يدمر المحل مالتج يا صديقتي المواطنة؟ قولي قولي حتى والله العظيم هسه استخدم القوة الخارقة مالتي وانتقم من الأشرار. والله العظيم ما أعرف منو اللي دمر المحل، بس تركولي رسالة هناك تهديد خطير. اوه يعني هذا الشخص الشرير دمر المحل مالتك واكترك رسالة تهديد. تعاي اقول لك شغلة، تعاي تعاي تعاي. ها شكو شكو ايش راح يصير؟ شوفي اني راح اقرا الرساله وراح اشوف منو الشخص الشرير اللي دمر المحل، واوعدك انه راح اجيب هذا الشخص واخليه يتعاقب. اوكي الله يوفقك يا سوبرمان البطل. ايه عافيه عافيه، يلا خلينا نشوف شنو الرساله مكتوب بيها. يلا ليتس جو. اوكي شنو مكتوب؟ واو مكتوب الابطال الفاشلين. منو اللي كتب الابطال الفاشلين؟ لحظة مستحيل الأبطال الفاشلين، إحنا الأبطال الخارقين. خلينا نقرأها من جديد. الأبطال الفاشلين راح انتقم منكم. هذا منو الشخص اللي كتب هاي الرسالة؟ يعني شكله أكو شرير جديد بالمدينة. والله أنا كلش كلش فرحان لأن هذا الشخص الشرير كلش كلش قوي، بس أنا أقوى من عنده والله العظيم. منو هذا اللي دمر محلي؟ شوفي عمو بنية، تعاي تعاي، أنت شنو اسمك؟ أنا اسمي حمدية. أوكي عمو حمدية، أنا أوعدك بما أنه أنا بطل خارق أوعدك أنه راح أمسك المجرم الشرير وعاقبه وادخله للسجن. اوكي اوكي الله يوفقك ان شاء الله. اوكي اوكي يلا يلا خلي اروح استخدم القوة الخارقة مالتي وانقذ المدينة. ساعدوني يا ناس. اوه يا ساتر، شخص ثاني محتاج المساعدة. منو هذا الشخص؟ ساعدني سوبرمان، سبايدر مان، باتمان. اوه اني موجود. يلا يلا ليتس جو، منو الشخص اللي محتاج المساعدة؟ اني صاحب المحل الازرق. اوه هذا المحل الازرق. اوكي اوكي خلينا نشوف. شكو شكو يا ساتر، ها شكو شكو شنو صاير هنا؟ ساعدني عمو سوبرمان، سرقوا المحل مالتي وسرقوا الدايمود كله. اوه سرقوا الدايمود. اوه يا ساتر،
بقم بس دايموندات اثنين. يا ربي والله العظيم انا صرت فقير، سوبرمان ساعدني ورجع الدايموند مالتي. والله انا تورطت الحين وما عندي فلوس غير هاي الدايموند وهاي الدايموند الثانية. لا تخاف، انت موجود مع اقوى رجل بالعالم، سوبرمان الخرافي الاسطوري، راح انقذك اني وارجع الاغراض مالتك ان شاء الله. تعال. شكو، هاي رسالة موجودة بالمحل لازم تقراها. رسالة جديدة. اي والله، اوكي، غادر المكان. غادرة. ليش؟ غادرة خلي يقرأ الرسالة لان هاي شكلها سرية. نشوف شنو مكتوب. احنا وحوش كوكب الاشرار، واني اقول منو اللي يسوي هاي المشاكل. شكلهم وحوش كوكب الاشرار، خلي نقراها من جديد. احنا وحوش كوكب الاشرار، شنو مكتوب؟ راح ننتقم من العالم كله وراح نسرق الكل. اوهوهوهو، والله شكلهم راح ينتقمون من العالم كله. سوبرمان ساعدني، اني الله عليك اقول خليك تساعدني، والله اني كثير خايف. لا تخاف، اني ان شاء الله راح انقذ العالم كله. يلا تعال انت ادخل هنا، ادخل. بس سوبرمان شكلهم راح يرجعون يسرقون الدايموندات هاي. لا تخاف، اني راح اروح اجيب اصدقائي الخارقين واسوي معاهم خطة اسطورية وانقذ المدينة. يلا يا شباب ويا بنات، خلي ارجع للكوكب مالتي واخذ الادوات الاسطورية. يلا خلي اخذ الادوات الاسطورية مالتي، هاي الاداة السحرية اللي تخلي عندي قوة خارقة، اللي هي الطيران والليزر وكل شي. يلا خلي اروح اجيب صديقي باتمان وسبايدر مان حتى ننقذ المدينة ان شاء الله. يلا ليتس جو. يا ويلي، اني تورطت الحين، الابطال الخارقين يبحثون عني وراح يقتلوني. لا، اني لازم اختبئ بمكان لحظة، اني الشرير الخرافي البطل، اخاف من هذا الجبان السوبرمان مدري شنو اسمه. والله العظيم ما اخاف، اني راح اروح ادمر المدينة كلها اليوم. اوكي، يلا شوفوا هذا الدايموند كله اني سرقته من القرويين والاشخاص الفاشلين. يا ويلي والله راح اصير كلش غني. يلا خلي اروح انتقم من الناس كلهم ان شاء الله اليوم راح انتقم. طبعا تشوفون هاي الجوهرة مدري شنو، هاي هي المصدر مال القوة مالتي. شوفوا والله العظيم مصدر قوة خرافي هذا. اوكي يلا ما اريد استخدمها اني حاليا. لحظة شو نستخدمها؟ اوكي ما اريد استخدمها لان كلش خطيرة. يلا مو مشكلة، ارجعها للصندوق ويلا خلي انزل ونقول بسم الله راح نروح ندمر العالم. اوكي يلا نزلت اني. طبعا راح انتقم اليوم من هاي الغبية حمدية وذاك الغبي الثاني ما اعرف شو اسمه، لان هم اللي اتصلوا بسوبرمان وقالوا له ساعدنا مدري شنو اسمك وساعدهم. خلي نروح لأول وحدة، هاي اللي هنا البنية، لازم انتقم من عندها اني، لان اني مستحيل اسامح لاشخاص اللي يتصلون بسوبرمان ويقولون انه اني راح اموت ومدري شنو. اوكي خلي امسكها يا شباب جبن. يا ربي هذا منو؟ ساعدوني سوبرمان. هي سكتي يا ويلي، كذا تتصلين بسوبرمان؟ والله العظيم انتقم منك. الله عليك لا تقتلني، والله العظيم اني ما مسوي شيء. شوفي انت قبل شوية تكلمتي مع سوبرمان الغبي، وسوبرمان حاليا يبحث عني ويريد يقتلني، ليش اتصلتي بهذا الغبي ها؟ بس انت شرير وتركت لي رسالة هنا خطيرة، بس انا ما سويت شي غلط والله العظيم عمو الشرير. لا شنو ما سويتي شي غلط؟ انت تعرفين انه هاي المدينة مالتي اني، واللي ما يعطيني دايموند كل يوم راح يموت وافجر محله وبيته. لا هاي المدينة مو مالتك، هاي المدينة مال الابطال الخارقين، افتهمت؟ لا تقلي لي هيك، لا والله العظيم هسه ادمر المكان كله. الله عليك لا تقتلني، والله العظيم اني بريئة وما اسوي بعد اي شي. خلاص تعي وياي، تعي انت معاقبة وراح ادخلك بالسجن ويا ويلك اذا تهربين. سوبرمان ساعدني. اني ما اخاف من هذا الجبان، تعي وياي. يلا امشي. والله العظيم يا ويلك اذا اشوفك تغادري من هذا السجن. يلا دخلي هنا، يلا مع السلامة. والله العظيم راح تندم. راح اندم مو؟ اني عندي اسلحة خرافية وباكو احسن منها. والله العظيم بس يجي سوبرمان البطل الخارق راح ينتقم.
اوكي اوكي سلميني عليه من يجي. اوكي اوكي حاليا اني خطفت هاي البنية الغبية. بعد منو بقى اللي تكلم مع سوبرمان؟ مدري شو اسمه هذا الفاشل. اوه صاحب المحل مال الدايموند، خلي اروح اسرقه، اني نسيت عنده دايموندين. اي والله العظيم نسيت عنده دايموندات اثنين، نسيت اخذهن. والله شكله هو اللي اتصل بسوبرمان وحاليا يبحث عني. يلا 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 يا شباب. اوه هذا منو؟ اوكي هذا منو يا ساتر؟ موت موت. ايه قتلته لان اني شرير. اوكي يلا 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 انا وصلت. والله العظيم هذا الوحش الشرير اذا ما اخلي سوبرمان البطل الخارق ينتقم منه واخليه يعتذر من عندي. شكل هذا الغبي اللي فضحني وخلى الابطال الخارقين يبحثون عني. اوكي اوكي والله العظيم لو يجي هذا الشخص الغبي الشرير والله العظيم اواجهه وما اخاف من عنده. لو ايش ما يسوي؟ السلام عليكم. وعليكم الوحش الشرير. انا والله بريء، ما مسوي شيء. اسكت ولا كلمه. انا سمعت اللي انت قلته، انت اللي فضحتني وخبرت سوبرمان الغبي عني، وحاليا سوبرمان يريد يقتلني. ليش فضحتني؟ لا لا سيدي، انت اقوى رجل بالعالم، صاحب كوكب الوحوش الاشرار. لا هذا الشيء بعد ما يفيدك، انت شخص خائن وكذاب واحد مخادع ومو ثقة. خدعتني وخليتني اغادر المكان وفضحتني، وحاليا اني متورط بسببك. لا لا سيدي والله العظيم هذا سوبرمان. قول ايش بي سوبرمان؟ هذا سوبرمان والابطال الفاشلين مستحيل يهزمونك. مستحيل يهزموني. امشي وياي انت، امشي لا قتلك. وين راح نروح؟ قلت لك امشي ولا تتكلم. خلي اجيب هاي الدايموندات. مالات يا هاي الدايموندات. امشي امشي ولا كلمه. يلا يلا زيدي انا اسف. عبالك تفضحني واسكت عن هذا الشيء؟ امشي راح اخليك بالسجن اليوم وما تغادر من السجن. بس سيدي الله عليك، اني صديقك المفضل، من هاي اللحظه راح اصير من اتباعك. ايه ايه هاي الحركات ما تمشي علي، تفضحني انه بتصير من متابعيني مدري شنو. يلا امشي. لا والله العظيم هسه افرغ هذا السلاح براسك. يا ربي هذا السلاح خطير اللي عند الوحش الشرير. ايه يلا امشي ولا كلمه. اسكت ولا كلمه، افتهمت؟ خلاص خلاص لا تقتلني، اني بريء. بريء الجبان الفاشل. ساعدوني سوبرمان، الله عليك انقذني. هي سكوت ولا كلمه. خلاص خلاص سكتت. امشي وياي انت. يا ربي هاي حمديه البنيه المسكينه هم هي خطفتها. انت مالك شغل منو الشخص الشرير، اني لو انت. انت الشرير مو اني. خلاص ما دام اني الشرير اسوي اي شيء شرير يعجبني، وانت اذا ما يعجبك تسكت وتسد فمك او حلقك، افتهمت؟ خلاص هذا الشيء يعجبني، استمر، عاشت ايدك يا بطل. استمر، تعال هذا السجن مال الغبيه حمديه، انت من هاي اللحظه راح تعيش هنا، افتهمت؟ يلا ادخل، تعال ادخل هنا، ادخل. اوه والله العظيم المكان اسطوري، هذا عجبني. ادخل ولا كلمه. خلاص خلاص بعد ما اقول شيء. الغبي المخادع. والله العظيم اذا ما انتقم منك. انتقم مني؟ ها تنتقم مني. يلا ابقوا هنا انتم، خلي اروح يا شباب ويا بنات واهرب من هذا العالم. اي اي لازم اهرب. وين المخبأ مالتي؟ هذا المخبأ مالتي. يلا يلا خلي اخبئ الدايموندات مالاتي هاي الثنين واهرب، حتى الاسلحه راح اخبئهن هنا أنا. وارجع ان شاء الله بالليل واخذ بقيه الاغراض واهرب، لان هذا البطل الخارق سوبرمان حاليا يبحث عني. والله اني متورط كثير. يلا 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 خلي اروح اخبئ الاغراض هاي. والله العظيم ورطة، أنا ليش صرت شرير؟ ليش ما صرت بطل خارق؟ أوه لا أنا أصلاً حقيقي شرير، أنا الشيطان الشرير. أوكي طبعاً أنا هذا الكوكب مالتي كوكب الأشرار. أوكي يلا يلا خلي أصعد، ليتس جو. أوكي 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 يلا صعدت، ما بقي شيء إن شاء الله. هلا والله والله العظيم راح أصير اليوم أغنى شخص بهذا العالم كله. أوكي يلا 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 خلي اختبئ. اني وين اختبئ؟ اوه اجت الفكره. اول مره لحظه نخلي الدايموندات هاي الثنين بهذا المكان، والاسلحه مالتي راح اخبئها بهذا المكان، وراح اقفز من هنا. يلا راح اموت. لا اني ما اموت بسهوله، اني شرير. اوكي اوكي يلا نزلت اني. يلا 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 خلي اروح اختبئ. اوه كوكب الابطال الخارقين،
خلي اروح اختبئ بالغابه يا شباب ويا بنات، وان شاء الله ارجع بالليل اخذ اغراضي واهرب من المدينه. واخيرا اصدقائي الابطال الخارقين ساعدوني واكتشفوا المكان اللي يختبئ به الوحش الشرير، واعطوني هاي الخريطه الاسطوريه. شوفوا شوفوا، تشوفون هاي العلامه مال الاكس هاي اللي هنا؟ هذا المخبأ او كوكب الوحوش الاشرار. اليوم راح اروح وانتقم منهم. يا ويلهم، والله العظيم راح يتندمون على كل لحظه فكروا بيها. يهجمون على المدينه مالتي انا اللي احميها، او يهجمون على الناس. يلا يلا يلا، شكرا صديقي سوبرمان، واني سوبرمان. شكرا صديقي سبايدر مان باتمان على الخريطه الاسطوريه. يلا يلا يلا، خلي اروح انقذ المدينة وانقذ العالم. لحظة خلي نفتح، اني وصلت لو لا؟ اوكي اوكي، يقول لي تمشي من هذا الطريق. اوه هاي، اي والله شكلها هي. يلا يلا خلي نشوف هي لو مو هي. اي والله العظيم، اوه وصلنا وصلنا وصلنا. يس وين هي وين هي وين هي؟ اوه هاي هو. يلا يلا خلي نشوف منو اللي موجود داخلها. اوكي اوكي، يلا يلا عم الوحش الشرير اطلع يا جبان. شنو هذا المكان؟ يا ساتر، اوكي اوكي، ساعدوني يا ناس، ساعدوني. لحظة، اكو ناس يصيحون، منو اللي جاي يصيح؟ ساعدني سوبرمان البطل، احنا بالسجن. ساعدنا الله عليك. اوه يا ساتر، من هنا يجي الصوت. لحظة، لا يكون هذا فخ. خلي استخدم القوة مال الطيران مالتي واتأكد. لحظة، من وين يجي الصوت؟ اوه هاي البنية هنا. اوه شكرا لك سوبرمان لين ساعدتني، والله انت كفو. تعي تعي تعي، طلعي طلعي طلعي، ساعدني واني هم. اوكي اوكي انت هم. لحظة، تعال تعال، اطلع اطلع. اوه والله كفو، توقعت راح تنقذني. تعالوا تعالوا بسرعة، برا برا قبل لا يجي هذا الوحش الشرير. يلا 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 يلا. اوكي اوكي اوكي، تعالوا هنا، تعالوا تعالوا. شنو شكو ايش صاير؟ ليش رحتوا للسجن؟ هذا الغبي الوحش الشرير صاحب كوكب الوحوش الاشرار خلانا بالسجن لان احنا خبرناك انه هو اللي دمر المدينه. اي والله العظيم، اريدك تنتقم منه. اوكي اوكي، اني راح انتقم من عنده. يا ويل، اكتشفت المكان السري مالته. يلا يلا يلا. اوه سوبرمان، تعال تعال. اوه يا ربي، شنو يردو من عندي هاي المره؟ ها شكو شو تريد من عندي؟ انا وصديقتي حمديه اتفقنا على شغله نحب نقولها لك، تحب تسمعها؟ اي اريد نخبرك عن شغله مهمه. اوه شنو هاي الشغله المهمه؟ قولي، اني اكيد اساعدكم. انت صار لك سنه كامله تحمي المدينه وتتعب، واحنا نحب نعطيك جائزه كلش كلش حلوه. اي نحب نعطيك هديه. اوه شنو الهدية هاي؟ قولوا قولوا، والله اني متحمس. اوه الهدية هي راح المتابعين يعطونك لايك واشتراك. شنو قلت؟ اوه واو، كلش كل كلش كلش حلوة الهدية هاي، يعني المتابعين الابطال راح يخلون لايك مو؟ اي والله العظيم، اذا هسه كل المتابعين يحطون لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات راح نعطيك هدية بعمرك ما شايفها. اي والله العظيم، عندنا شغلة رهيبة، إذا المتابعين يحطون لايك نعطيها لك. أوه سمعتوا شباب بنات، هاي المواطنين الأساطير يقولون راح نعطيك هدية إذا هسه المتابعين يضغطون لايك واشتراك. فيلا أريدكم هسه تصيرون أبطال مثلي وتنضمون جيش كوكب الأبطال الخارقين، وتضغطون على زر اللايك، تدمرون تفجير، ضغط ضغط ضغطوا عليه، واشتركوا بالقناة وخلوا قناة أوغ أكبر قناة بالعالم، وفعلوا جرس الإشعارات حتى توصل لكم المقاطع الجديدة. ويلا بينا خلي ندمر كوكب الوحش الشرير. أوكي أوكي، أول مرة ندخل منا ندخل مو؟ إي والله منا. اوكي اني درج ما استخدمه، اني عندي قدرة الطيران الاسطورية. يلا يلا خلينا نشوف المكان هو. اي والله هو. اوه شنو هذا المكان يا ربي؟ صناديق. اي والله صناديق. اوكي اوكي، اوه شنو هاي الدايموند الرهيب؟ والله شكله هذا سرقه من الناس الابرياء. اوه نسيت اقول لكم، عندي تي ان تي، خلي نجيبه هاي، راح افجر المكان كله اليوم. يلا 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 نجيب الاسلحة مالته. اوه يا ربي، شنو هذا؟ شنو هاي؟ واو، اول مره اشوف هاي المواد الخطيره. يلا يلا اني خلي اخلي لتي انتي
يا شباب يا بنات يلا 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 راح اخلي لتي لحظه لحظه هاي لازم نكسرهن اوه ماي جاد والله العظيم راح يكون انفجار رهيب اوكي اوكي والله العظيم شكله راح يكون اقوى انفجار بالعالم يلا 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 خلي انجي بنتي انتي نخلي بهذا الشكل يلا هاي نكسرها اوكي يلا يلا ونخلي الليفر وين الليفر هاي ما ادري شنو اسمها اوكي نخليها بهذا الشكل وبهذا الشكل وهنا نخلي تي انتي ويلا هسه نخلي بعد تي انتي يا هنا ونروح نهرب يا شباب ويا بنات لان راح يصير هنا اقوى انفجار بالعالم يلا 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 انا الحمد لله والشكر راح اهرب ونشوف هذا الوحش هل راح يموت او لا ولا تنسون الهديه مال ذول الاساطير قالوا لازم اشتراك ولايك وتفعيل جرس التنبيهات حتى نعطيك الهديه يا سوبر مان البطل يلا يلا خلي اروح لاصدقائي الابطال الخارقين اقل لهم الخطه نجحت يلا ليتس جو واخيرا صارت الدنيا ليل خلي اروح اسرق اغراضي قبل لا يكتشفون الابطال الفاشلين اي انا ما اسميهم الابطال الخارقين الابطال الفاشلين اي يلا 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 خلي اسرق الاغراض مالاتي واهرب من المدينه هاي وبعد ما ارجع لها يلا يلا شباب بنات والله العظيم انا اكثر شرير اسوي خطط شريره بالعالم وهسه اصدقائي اصحاب الكوكب كوكب الوحوش الاشرار راح يفرحون كثير لان انا اول مره بحياتي اسوي خطه شريره وتنجح يلا 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 خلي نصعد يا ربي والله اني متحمس كثير 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 يلا خلي اخذ الدايموند واخذ الاغراض اللي خليتهم بالصناديق واغادر المدينه هاي وبعد ما ارجع هنا واروح اسرق غير مدينه يا شباب ويا اوه شنو هاتي انت لا 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 لا, لا. وبنهاية المقطع يا شباب ويا بنات أتمنى هذا الفيديو عجبكم مثل ما شفتوا الأبطال الخارقين فازوا وهزموا الوحش الشرير فأوكي أتمنى عجبكم المقطع ولا تنسون هسه تخلون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات وأيضا تابعوني على حسابي بالإنستغرام هذا حسابي ظاهر لكم على الشاشة أنشر شغلات خرافية وراح أنشر شغلات بعمركم ما شايفينها عن ماينكرافت والله العظيم راح تنصدمون وما احب اطول عليكم اكثر وبس مع السلامه اني البطل الخارق احب اقول لكم صيروا ابطال خارقين وضغطوا لايك وبس مع السلامه باي باي.